بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليلة المبارك في ليلة النصف إن شاء الله مستجد لهم بالخير والدين. وغدا يوم 15 نصوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قوموا ليله واصوموا نهار على بكم واعملوا الأكل المعني. ونعم طبعا إن شاء الله عز وجل عصير الخيول خير مستجد إن شاء الله. شربة الكواري يقول الحير